تعلمت من حياتهم أن الحلم الذي لا يتغذى بحلم آخر فإنه يتبدد، كما تعلمت منهم بأن الجسد إن حرمته من إحدى حواسه فإن الحواس الأخرى تقوم بملء الفراغ. وإن أهانتك الحياة فلا عليك سوى أن تبارزها بسيفك، وقتها ستدرك بأن الإرادة هي الفكر وأن العزيمة هي الروح. فأهلا بكم. حبي أسير شيء في المستمع. احنا الكلمات لا توصف التقدير والضياف اللي وجدناه في المخيم بدولة الإمارة العربية المتحدة الشقيقة، وكسبنا خبرات كبيرة منها اللي هو كيف التصرف مع هذه الحالات أو ذوي الاحتياجات الخاصة. أقدر أقول إن المخيم يعتبر نموذج من النماذج الرائدة أو من النماذج الحقيقية الفعالة في دمج الأولاد ذوي الاحتياجات الخاصة. ولدوا من غير جرم، والله سبحانه وتعالى جعلهم كرامة في هذه الدنيا ليمتحننا إحنا لخدمتهم. الله يطول بعمره الشيخ سلطان اللي أولى هذه الشريحة اهتمام كبير جداً ودعم يحفزنا إحنا ويعطينا دافع أكثر بأن الواجب هنا يتحتم، بأن نكون في مقدمة الناس اللي يخدمون هذه الأولاد. ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء، قالها ابن المعروف وهو مؤمن بها، قالها بطل البوتشيا وهو ممسك بكرته من أجل أن يراوض بها لحظة أمل يشعر من خلالها بأن إعاقته الحركية والكلامية مجرد قدر وليست قيدا يكبل به الطموح. أنا الحسن عبد المعروف، الأخ الكبير عن اللاعب فواز. فواز انضم للنادي الصغير من حوالي 7 سنة 2010، وأنا بعتبر يعني في النادي مرافق له دائما يعني من بداية 2011 تقريبا. وكان فواز يعني من هو صغير يعني كان عنده مشكلة الحركة والنطق، يعني كلام بيطلع بصعوبة، لكن هو يعني الحاجة دي ما مأثرة فيه نفسيا، يعني بتحس إنه عنده شيء أكبر منه، شيء يعني طاقة إيجابية عاوز يطلع لكن مو قادر، يعني ما لاقي البيئة اللي بيقدر يطلع فيها الطاقة هاي. لم يكن يدرك بأن مخارج كلماته التي أتت من حنجرته ستكون المفتاح الذي يداوي به ألم الملل، حيث جمعها ليرتل بها صورة التين والزيتون، فإذا بالأبواب الموصدة تفتح أمامه ويتوج بجائزة ينهي بها سنوات العزلة. 2010 جاء عندنا في النادي، يعني لقى ضالته، لقى البيئة اللي بيقدر يطلع كل شيء في مخزنه. يعني بداية هو كان لما جاء النادي كان بس بيقعد عادي، يعني بيجي الباص ينزله ويجلس في الكرسي يعني لغاية ما وقت النادي يخلص. يعني حكاية مرت يعني تقريبا سنة، يعني لدرجة انه ساب النادي، قال ما في شيء ما في، لغاية ما 2011 لما جيت بديت أتابع معه يعني حسسه بأهميته، أقول له فواز أنت النادي ده فيه إمكانيات أكبر، أنت ليش جالس في البيت يعني بدل شوف أصحابك شوف لك كون لك علاقات، وبقول لي أنا ما بقدر وما في زول بيفهمني ما بيفهم كلامي، لكن يعني الحمد لله يعني في أستاذ الله يجزي خير يعني اسمه إسحاق، يعني هو شاف فواز انتبه لموهبته، يعني بقى ينادي فواز يعني تعالي مالك انت، يعني احكي لي عنك احكي لي عنك. بس في يوم كان دخلوا المسابقة بتاعت الشارقة القرآن الكريم، بس دخلوا كتجربة يعني قالوا جرب ما خسران شيء، بس فواز يعني بخوف منا بعدين شجعنا وقلنا له جرب ما خسران شيء اعتبر تجربة، بس جرب يعني الحمد لله، يعني هو المشاركة اللي كان يعني طلعت ثالث على مستوى الشارقة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سنين وهذا بلد أمين لقد خلقنا إنسان في أحسن تقويم ثم ردنا وأسفل السافلين إلا الذين آمنوا من الصالحات فلهم مظلوم غير ممنون ما كذبت بعد بالدين رسل الله بأكبر حاتمين. تحول من صاحب لصوت يرتل إلى صاحب حس يشعر بالكلمات ويجسد معانيها على خشبة مسرح. يعني المسابقة دي بدت له بقت له نقطة الانطلاق، يعني بيشجع بقى يعني أي شيء بيقى يواجهه عادي. يعني مع بعض الأيام دخل المسرح يعني مسرحيتين، كان المخرج أحمد يوسف يعني قدم مسرحية عرضين في دبي والشارقة، يعني ما شاء الله يعني بقى خلق له شخصية نحن ما عندنا. في صرح الثقة استعاد الثقة التي خلفتها الإعاقة، وبين جدرانه خرج صوته مفعم بروح الإصرار لتظهر معاني الكلمات لكل من يتلقى حروفها. يعني ما بدينا إحساس إنه أصلاً شيء ناقص شيء من يعني عنده إعاقة عنده، يعني بالعكس عنده أفكار نحن ذاتنا بنعجز عنها. يعني حتى لدرجة يجي في المسرح يعني أمام الجمهور، يعني حتى كان آخر مسرحية كان أمام الشيخة جميلة يعني في غصر استغابة، يعني كان قدم عرض والشيخة انبسطت من الأداء وشكرتهم فرد فرد. يعني حتى يعني قلنا له أنت فؤاد ما شاء الله يعني عندك يعني شجاعة، يعني تشوف الجمهور ده كله وما تتوتر وكون عنده ثقة داخلية. أدرك مأساة أب يبكي بلا دموع فرسم له أجمل صورة، وأدرك معاناة أم أبت أن تنطق بالآه فقابل العرفان بجواهر الكلمات. اسمي فواز عبد المعروف، وعكتي حركية أول صعبت رزق. أول ما جيت دادي كنت ولا أعرف أي زل ولا أي حالة، بس الحمد لله الحمد لله في أستاذ إسحاق هو اللي قال لي هو اللي دخلني القرآن والمسرح. واشتغل ثاني الحمد لله، ورياتي المفضلة هي بوتشي. أبى أن يرسم معالم طموحه دون أن يكون في الصورة من سهر على إعاقته، فتمنى مصدرا لعيش يكون سندا لأسرة ضحت من أجله. حبي 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 قوي أكوين نفسي، حبي حبي الزواج، حبي أصير شيء في المستمع. أقول لهم أمي أشكرك رزيل السكر، يا أمي أشكرك رزيل السكر. أبوي الله يشفيك السهل عرب وعافيك السهل عرب. على قيلي وظيفة واصرف على أوالد والوالدة. سيظل المعروف مثالا لمرآة يرى فيها الإباء الرمز عندما يكون الوفاء، كما سيظل أيقونة لإرادة صنعها الأمل قبل أن يفنيها اليأس.
تحت شعار كلنا مسؤول، اختتمت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية مخيم الأمل بنسخته 28 وسط مشاركة واسعة من دول خليجية وعربية وآسيوية. المخيم الذي استمر لسبعة أيام أتاح الفرصة أمام المشاركين فيه للتعارف واكتساب المهارات الاجتماعية والاعتماد على النفس والاستقلالية، كما أتاح الفرصة أمام العاملين في مجال خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة لاكتساب خبرات جديدة وصقل مهاراتهم في التعامل مع هذه الفئة. الأول حياكم الله، والحقيقة احنا قد ايه مبسوطين هنا داخل مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. أنا أشرف أحمد، مدير نادي الإمارات العلمي بدبي. هو احنا فرع من فروع نادي الثقافة والعلوم. طبعا من أنشطة النادي واقع الخدمة المجتمعية ان احنا هنا متواجدين من خلال ورشة في مبادئ الكهرباء والإلكترونيات، وفي ورشة أخرى في ورشة النجارة. من خلال الحياة، من خلال اهتمامنا، وبخلال ان احنا مسؤولين من خلال الواقع الخدمة المجتمعية، ان احنا بنقوم بتقديم بعض الأعمال الفنية البسيطة اللي هي ممكن بتعيد الأمل للفئة المعاقين داخل المجتمع، سواء من الداخل لدولة الإمارات أو من الخارج. بنقوم الحقيقة بدور فني بسيط، أو بنعرفهم من خلال عمل بعض الدوائر التكنولوجية، الدوائر البسيطة لتعرفهم عن التكنولوجيا، وكذلك برضك إعادة التدوير من خلال ورشة النجارة اللي بيقدمها الأستاذ محمد أبو أشرف. This program conduct هذا البرنامج المعد في إمارة الشارقة تم دعوتنا إليه من قبل المدينة. نمثل مجموعة من المدارس النيبالية المتخصصة بذوي الاحتياجات الخاصة. نحن فخورون بمستوى التطور والإدارة والفكر وحتى التنظيم لهذا المخيم. المدينة قدمت لنا برامج متنوعة على مدار أسبوع تعلمنا فيه الكثير. نحن معكم محمد خالد من الوفد الأردني المشارك في مخيم الأمل 28. طبعا هاي ثالث يوم إلنا بالمخيم. طبعا أول يوم كان إلنا في افتتاح قصر الثقافة، افتتاح المخيم طبعا، وبعدها انطلقنا بعد افتتاح المخيم إلى جولة سياحية في مدينة الشارقة يعني. واليوم وثاني يوم امبارح انطلقنا إلى حديقة الخور في دبي، بعدها إلى دبي دريم باركس، وبعدها انطلقنا رجعنا لأرض المخيم وعملنا حفلة سمر. شارك الوفد الأردني بعرض في حفلة سمر طبعا. وهي اليوم نحن ثالث يوم إلنا بالمخيم، مشاركين في الورش المهنية، تدريب للطلاب وتعرفهم. طبعا تجربة أكثر من رائعة، كأنه أول تجربة إلنا للأردن، نحن وفد أردني طبعا هون في الإمارات. وتوثيق علاقات وتبادل خبرات بين أصحاب الدول الخليج، أصحاب المراكز، تعارف تبادل ثقافات يعني. وتطبيقا لرؤية ورسالة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في مناصرة واحتواء وتمكين ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة، اختتمت فعاليات المخيم بتكريم كافة المشاركين فيه. معك علي الحارثي من السعودية من مركز العون للنطق والسمع. والله الحمد لله المخيم كان شيء مرة جميل. أنا جاي ومعايا ولدين، معايا بنتين ومعاهم مدربة خاصة فيهم برضه. والحمد لله صراحة مخيم الأمل كان شيء مرة ناجح، حقق أهداف مرة كثير. الدمج، التعامل مع ناس يعني من بلدان ثانية، تعرف عاداتهم تقاليدهم، شيء صراحة يعجز اللسان عن شكر يعني. أنا كجانب الرياضي أنا أحب لما أكون هنا أكون مو أكون أنا بس مرافقة، أنا أكون صاحبة البيت مثل ما نقول. أحب أشارك في المخيم، أحب أقدم برامج معاهم، أحب أشارك في الأنشطة الرياضية، نحاول نقدم برامج، ننقل الصورة هناك، نشوف ما عندنا من برامج في معهدنا أو من مملكتنا، أساعدهم هني معانا في مخيم الأمل. اللي معاي يحبون يكونون ياخذون عندي لو أفكار بسيطة، يحبون ياخذون عندي برامج أساعدهم أقدمها لهم. فالكل متعاون والحمد لله. أنا محمد جلال عمر من مدرسة المعرفة النموذجية للاحتياجات الخاصة بدولة الكويت، وأنا بعمل أخصائي اجتماعي مع طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. حقيقة احنا اشتركنا في المخيم بناء على دعوة وجهت لينا من إدارة المخيم عن طريق الإدارة العامة للتعليم الخاص بدولة الكويت. تم ترشيح مدرستنا، واحنا دي أول مرة نشارك فيها في المخيم، أول سنة نشارك في المخيم. والحقيقة طبعا استفدنا حاجات كتير في المخيم. أول حاجة تبادل الخبرات بين الوفود، حاجات في الشغل في التكنس مع الأولاد. في كمان إن إحنا
أنا كأخصائي اجتماعي شغال في مجال الاحتياجات الخاصة من 19 سنة، شايف إني أو أقدر أقول إن المخيم يعتبر نموذج من النماذج الرائدة أو من النماذج الحقيقية الفعالة في دمج الأولاد ذوي الاحتياجات الخاصة، لإني بيعمل على تحقيق عدة أهداف قد تعجز المدارس في بعض الأحيان عن تحقيقها. معك مع عبد الرحيم جعفر الزرعوني، رئيس وفد من مدرسة الوفاء لتنمية القدرات، والحافز لأني هنا أن أشارك المخيم 28 معهم، وبصراحة المخيم كان جدا ناجح وجيد في كل السنوات الماضية، والحمد لله للعالمين أن الموضوع تطور أحسن عن قبل، الموضوع جدا جيد والشباب شاركوا والأطفال حتى استانسوا واستفدوا منهم بعد حتى إن شاء الله والحمد لله. معك مرهون الغافري من صلاة الرحمن، قائد عشيرة جوالة أصحاب العطاء. احنا طبعا مجموعة من المعاقين الصم والمعاقين حركيا نشارك في مخيم الأمل الحين تقريبا من 17 سنة وأكثر، فطبعا صار أول شيء كنا كضيوف في مخيم الأمل، بعد كده صرنا صارت بين شراكة اندماج ما بين عشيرة جوالة أصحاب العطاء في سلطنة عمان ومجموعة شباب الشارقة للعمل التطوعي في الشارقة، وصلنا لجنة واحدة لجنة الأمن المخيم. فطبعا هذا المخيم طبعا من مخيم إلى مخيم طبعا يكون هناك في تجديد وفي يعني استقبال ضيوف أكثر وأكثر، فكنا مثلا السنوات الماضية كان دول مجلس التعاون أصبحت كل سنة يستضيفوا دولة، الحين صار يستضيفوا دولتين كل سنة، دول عربية وآسيوية يعني. وطبعا هذا العام مثل ما شفتوا طبعا دول مجلس التعاون بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية والنيبال مشاركين في هذا العام، وطبعا طبعا شعار المخيم كلنا مسؤول، فكلنا مسؤول طبعا يعني إن معاق وغير معاق طبعا مسؤول ومن حقه يشارك في بناء المجتمع. ووصل أعداد المنتسبين إلى المخيم هذا العام إلى حوالي 200 متطوعاً من مختلف الأعمار والفئات من العاملين في المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة داخل الدولة وخارجها، علماً بأن بعض المتطوعين يشاركون باستمرار في المخيم منذ انطلاقته حيث تتزايد أعدادهم مع كل دورة. مروان خلفان سعيد النيري من سلطنة عمان، من وفد سلطنة عمان، من دار الأمان وزارة التنمية، وزارة التنمية الاجتماعية. طبعا في حقيقة الأمر والله المخيم نحن الكلمات لا توصف التقدير والضيافة اللي وجدناها في المخيم في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وكسبنا خبرات كبيرة منها اللي هو كيف التصرف مع هذه الحالات أو ذوي الاحتياجات الخاصة، والتعرف على الدول الأخرى وكيفية التعامل معهم وكيفية العناية بهم في الدول الأخرى، وتبادلنا المعارف والمعلومات فيما بيننا طبعا، والحمد لله رب العالمين استفدنا استفادة كبيرة، وإن شاء الله الاستفادة هذه اللي استفدناها إن شاء الله راح نطبقها في سلطنة عمان بإذن الله تعالى. هذا النشاط النوعي الذي يعتبر حراكا ثقافيا واجتماعيا تحرص الشارقة على تنظيمه كل عام لإيصال رسائل ذوي الاحتياجات الخاصة واحتياجاتهم إلى المجتمع، كما أنه يعكس اهتمام المؤسسات المشاركة فيه بقضايا ذوي الإعاقة. أنا أعتبر نفسي محظوظة وأكرمني الله سبحانه وتعالى لخدمة أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن الفئة اللي لهم خصوصية تحتاج إلى وجود من يوهب نفسه ويكون عنده روح الإيثار لخدمتهم. نادي خليل الصايغ قضيت ما يقارب 33 سنة من عمري في خدمة أبنائنا، ولي الشرف ولي الكرامة لخدمتهم. أبنائنا من أصحاب الهمم ذوي الاحتياجات الخاصة، ولدوا من غير جرم، والله سبحانه وتعالى جعلهم كرامة في هذه الدنيا ليمتحننا إحنا لخدمتهم. طبعا هذا الصرح الإنساني هو صرح خيري غير ربحي،
أكرمنا الله سبحانه وتعالى بمكرمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظ الله ورعاه بأن يكون مركز لرعاية وإيواء ذوي الإحتياجات الخاصة من الأيتام ومن أطفال الأسر المتصدعة ومن أطفال الأسر المتكررة، الحالات المتكررة في داخل الأسرة الواحدة. حقيقة مروا علي حالات من الأطفال اللي عايت الأسرة أن تكون كأسرة بديلة نتيجة لخلافات فيما بينهم أو نتيجة لوضع أسري يعني حالات اجتماعية متدنية من ذوي الدخل المحدود أو من الحالات المتكررة اللي تحتاج إن إحنا نمد إيدنا ونساعدهم. شيد هذا الصرح في 2004 فعلياً وبدأ بعدد ما يقارب طفلين، وكنت أشتغل على مستوى شخصي جداً بسيارتي وأنا اللي أعمل أكتيفيتي، ما كانت عندي هاي الخدمات، والحمد لله بالأيادي الكريمة وأصحاب القلوب الرحيمة وعلى رأسهم الله يطول بعمره ويخلي الشيخ محمد والوالد وأبو عيالي وكل هالجماعة اللي احتاطوني وساعدوني بأني أكون في خدمة هذه الأطفال. أصبح الآن ما يقارب 140 طفل موجودين في هذا الصرح الإنساني المبارك. الأطفال متواجدين على مدار الساعة، الشفت يتبدل كل 8 ساعات، تعتبر الخدمة من 1 إلى 3 إذا حسبناها على مدار 24 ساعة، بينما على مدار 8 ساعات 1 إلى 1. نظراً أن هذه الأطفال حالاتهم شديدة، عندهم حالات صرع، وأنهم تحت رعاية صحية طبية خاصة، لذا صرح هذا المركز من قبل هيئة الصحة ومن هيئة تنمية المجتمع، نظراً لضرورة وجود ممرضين ورعاة أطفال اللي هم الكير جيفرز والدكتور وجهاد طاقم التمريض المتواجد على مدار 24 ساعة لرعايتهم وإعطائهم أدويتهم في أوقاتها. طبعاً هناك خدمات كثيرة يحرص المركز أن يقدمها، بحيث أنه ما يكون أن الطفل يأخذ مرة مثلاً في الشهر علاج طبيعي، لا، يوجد طاقم وكادر مكثف في أقسام العلاجات، في العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والعلاج الحسي وعلاج النطق، بالإضافة أنه يوجد علاج مائي متخصص والهيبوثيرابي والعلاج بالخيول والعلاج بالطبيعة والعلاج بالإيقاع والحركات الإيقاعية والموسيقى، بالإضافة إلى علاج الوبر الحيوانات اللي ينمي الجانب الحسي لدى الطفل. ما يميز هذا الصرح الإنساني هو ليس فقط الخدمة على مدار 24 ساعة، ولكني أنا أعتبر نفسي محظوظة جداً بطاقم ما شاء الله، يعني بحول الله تعالى وقوته من خلال مروركم في هذا الصرح وفي هذا المكان، راح يشوفون الابتسامة والقلوب الرحيمة والواسعة اللي قاعد تخدم الأولاد. طبعاً إحنا مسؤولين كأسرة بديلة في وجود غذاء متكامل ضمن طاقم أيضاً متخصص في التغذية يوفر لكل طالب على حسب حالته وعلى حسب الأدوية اللي قاعد يأخذها. التسجيل يتم ضمن ضوابط وشروط ولوائح خاصة بالمركز. الفئة العمرية تبدأ من عمر 2 إلى 3 سنوات كتدخل مبكر إلى أعمار متقدمة، وما أبغى أقول للأسف، ولكن فعلا يوجد عندي عدد من الأولاد تقدم بهم العمر وأصبحوا من فئة كبار السن اللي هم في حاجة ماسة لوجود صرح آخر تقدم فيه خدمات متخصصة جداً إلى هذه الشريحة. السنوات العمر اللي قدمنا فيها طبعاً هناك كثير من تقريباً ما يصل 3 إلى 4 حالات تم تزويجهم وأنجبوا الحمد لله أطفال، وهذه الفئة اللي هم أقرب إلى الطبيعي، بالإضافة أن في بعض الحالات تم توظيفهم ضمن برامج التأهيل المعدة واللي تم تدريبهم على هواها في داخل هذا المكان. الله يطول بعمره الشيخ سلطان اللي أولى هذه الشريحة اهتمام كبير جدا ودعم يحفزنا إحنا ويعطينا دافع أكثر بأن الواجب هنا يتحتم بأن نكون في مقدمة
الناس اللي يخدمون هذه الأولاد. هناك لا توجد هناك قوانين تحمي هذه الأولاد بحقيقة، يعني لابد أن يكون في قانون يحمينا ويحميهم، يحمينا لوجود هذه الأطفال في داخل هذا المكان، بأن لا قدر الله لأي قدر وليس تقصير أو إهمال، ولكن التقصير والإهمال هو حق لو عقب المركز عليه أو إحنا كقائمين على هذا المكان ونخدمهم، إلا أن بعض الأوقات حالات قدر، قضاء وقدر، لا يوجد هنا قانون من يحميهم أو يعني يلزم الأطراف آخرين لخدمة هذه الأطفال. بالإضافة طبعا الجانب المادي اللي أنا قلت لك يمكن ما أحب أركز عليه، لأني دائما أقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، وإحنا اللي نخدمهم ورزقهم لهم وإحنا قائمين على هذا الرزق، فالله سبحانه وتعالى أكيد هو المتكفل. ولو أن كثير من الصعوبات تواجهني، تمر علي بعض الأوقات أشهر يعني أكون يعني خوف بأن ما أقدر أوفي احتياجات هذا المكان، وأتمنى بأن تكون هناك أيضا سيولة أكثر أني أقدر أوفي خدمات أكثر وأرفع من سقف الخدمات في هذا المكان، لأن هذا حقهم. بكرة هذه الأهل ما بيون يطالبون بسكن شعبي أو شهادة تعليمية أو وظيفية، بينما هذا حقهم في الرعاية مقابل المستحقات اللي راح يطلبها أي إنسان طبيعي في هذا المجتمع. هم ما بيون مثلا بيون يقولون والله أنا باكر أبغى أتزوج وأنت تعال وفر لي بيت، لا، بينما هو حالة خاصة، إحنا نتكلم بلسان حالهم وننطق ونسعى بلسان حالهم بأن هم يحتاجون إلى توسعة خدمات خاصة جدا، من بداية مع التشخيص والتقييم إلى كحالات فردية، مش وجود مؤسسات متكاملة ضمن حالات، لا، ولكن النظر إلى هذه الحالات بشكل فردي ضمن خصوصية معينة وحاجة معينة، بحيث أني مثل ما أنا أوفي الحاجة إلى الإنسان الطبيعي أني مثلا يحتاج أن يتخصص في هذا المجال وتوفرت له منحة، هو أيضا يحتاج إلى علاج معين وخدمة معينة من خلالها يتم توفير هذا. هذا من ناحية الجانب المادي، بينما من الجانب المعنوي أنا أحسد وأغبط نفسي قبل ما أنتظر من الآخرين. الحمد لله المكان ميسر بأصحاب القلوب الرحيمة، وهذه من نعم الله، قد يكون يعني الله أكرمني وأكرم الأطفال اللي موجودين هنا، بينما أحتاج أيضا إلى وعي توجيه أكثر إلى طلبة المدارس. للأسف حتى لما يجون يقضون ساعات العمل التطوعي يفهمين العمل في هذا المجال بشكل، أنا أعتقد ما أبغي أقول خاطئ، ولكن في قصور من المؤسسات التربوية بأن هذه الحالات تحتاج إلى رعاية خاصة وتوجيه خاص. أنت دخلت هذا المكان، اعتبر أن أنت لو يوم من الأيام كان عندك طفل أو كان عندك أخ، شو اللي أنت ممكن تسوي؟ دائما يشرفني ويسعدني مرتين في السنة أخذناهم إلى العمرة، ونعتبر إحنا المركز الوحيد اللي يتجرأ أن يأخذ حالات بصرع وحالات شديدة إلى بيت الله الحرام، وهذا كان فيه مردود جميل جدا، في أن في بعض الحالات ما كانت تتكلم، بعد ما ردينا من العمرة تكلموا، عندنا تقريبا حالتين، بالإضافة إلى وجودنا في مسجد الشيخ زايد الله يرحمه ويطيب الله ثراه، المكان روحاني جدا، وجودنا في هذا المسجد مع قراءة القرآن، سماع القرآن على مدار 24 ساعة، صدقني يمكن اللي يدخل في هذا المجال الروحاني والمجال الديني بحس ان هذا فعلا وجعلنا يعني ونزلنا من القرآن شفاء ورحمة لهذه الأطفال.